إلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط أحجام تداول منخفضة. وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669 مليارا و247 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي أكس 30 عند مستوى 10247 نقطة وأغلق عند 10200 نقطة، وذلك بتراجع بنسبة 46%. وفتح أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 عند مستوى 1765 نقطة وأغلق عند 1746 نقطة منخفضا بنسبة 1.7%. كما فتح مؤشر إيجي أكس 100 عند مستوى 2660 نقطة ليغلق عند 2627 نقطة، وبذلك كان منخفضا بنسبة 1.23%.